والله برا الثورة نزار اتصل فيه اليوم الصبح. اليوم انهار 23 من اضرابه عن الطعام، وانا هلا صار لي كم يوم كل ما بيحكيني عم جرب قد ما في شد عليه انه يوقف الاضراب عن الطعام، لانه حتى من صوته يعني كل يوم عن يوم بصير اصعب التواصل معه، وعم الكلمات صعبين ليطلعوا من شده التعب. ومن يومين اضطروا ياخذوه بالليل على المستشفى، كان بده يحطوا له سيرام، رفض السيرام، ما عم يقبل يحطوا له شيء. وانا قد ما في عم جرب انه يوقف عن الضرب عن الطعام، ما عم يمشي الحال. هو مصر انه يروح فيها اول ذا واي للاخر، اوكي. وحتى يعني قال لي اذا بيوعدوني انه بعد ساعه انا طالع، ما لح ياكلها انتم هالساعه، يعني ما عم يقبل يسمع على شيء ابدا. وولاده كمان عم يحاولوا يقنعوه نفس الشيء، بس ما عم يسمع لحدا. حالته بتدهور مستمر. نحن نشدنا رئيس الجمهورية ينقذ هذا المواطن اللبناني. نحن عرفنا انه رايح الاسبوع الجاي على الشهر الجاي على طهران، ممكن هيك وصلنا خبر. وجهنا له كتاب مفتوح لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وبنأمل انه بيتوصل الرئيس عون لنهايه سعيده بهذا الموضوع، خاصه وانه الرئيس عون بتربطه علاقات مع ايران ومع عديد من الدول، من عديد من الدول العالم، علاقات جيده. ونحن بنتامل وبنناشده للرئيس انه بس يروح على ايران يجيبه معه. اثنين، اذا بده يدعي حدا من الخارج لحضور. نزار هو أمين عام منظمة إجمع المهتمة بأمور المعلوماتية والاتصالات بالعالم. نزار تلقى دعوة من نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية لحضور مؤتمر. هذه الدعوة لباها نزار لإيمانه بأنه مهنته هو نشر المعلومة في العالم، أوكي. خاصة وأنه إيران كانت قبل معرضة لعقوبات، مما يكون بعض التطور بهذا المجال ما لحقته. سافر على إيران بناء على دعوة رسمية وأوقف ولا اعتقل دون سبب. هون ما معي